تقريبا كنا على امتداد شوط كامل، معناها تقريبا كانت تنقص كان لمسه الخير، لانه يعني ثم خمسه سته اوكازيونات في سته امتار، مش من 18 متر، في سته امتار. دونك الجارديان بيوت سليم ربيع عمل معناها مقابله كبيره، هذا عمل كاتر بارات تقريبا اكسترا اوردينير. دونك قدر لهم وشاف لنا، انا باش نخدموا نعرفوا بيريود ديفيسيل، نعرفوا اللي انا تقريبا عندي هذا الاسبوع الثالث موجود على الارسنال الافريقي، ولكن ان شاء الله معناها في اقرب وقت من المقابله الجايه على الاقل معناها نرجعوا لسكه انتصار على الصحابه. دونك حاولنا نتعاملوا الامكانيات موجوده، شفنا حتى التغييرات اللي كانت دوزيام ميتون كانت كلها ذات نفس هجومي، وكادت تعطي اكله معناها لولا معناها اذاعه الفرص اللي كانت قدام، حابين نستغلوا الشارع اليمين، دخلنا في امريكا اللي هو يمتاز بال معناها بويسون والسرعه نتاعه، ولكن كانت تنقصنا حتى الكره في الشبكه. ان شاء الله المره الجايه معناها هذا الكره لازم نخدم عليه، احنا نعرف بيريود ديفيسي باش عدا بين الافريقي وقاعدين نتعداو به، ولكن راجعين باذن الله النادي الافريقي يرجع في اقرب وقت الى سكه الانتصارات والنتائج الايجابيه. غياب صبر باش يطول، فماش شنو يعني التخمم في البديل في ولا يا ما 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 موجودين هذو هما اللاعبين اللي هبطهم اليوم، ما ثماش لاعبين ختم ضبط باش كيسير هكا التكليك نتاع الكره تدخل. والله ان شاء الله ان شاء الله يجي معنا شويه برشا ابليكاسيون برشا كونسنتراسيون وشويه معنا حظ زاد كيف كيف. واليوم انا حاب نحكي، انا ما حكيتش بكريك على التحكيم، نسمع ولكن نسمع في الادفرسير حكى التحكيم، لا هدف الاولاني هدف ما في حتى شيء، انا متاكد تقريبا 80% الهدف الاولاني ما فيهوش اوف سايد، دونك ما فيهوش رجوع. الهدف اللي انا كنت نسجل انت تبدل الامور الكل، دونك ولهذا ما نقعدوش نحكيو على التحكيم. كرتون روج معناها نورمالمون ثم قبلها دو كرتون روج اخرين، اذاعه الوقت اليوم لعبنا تقريبا 10 دقائق مقابله كامل ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، دونك نسكتوا نلعبوا والكره كما هذاك التحكيم تاعنا وهذاك كل شيء. وعمري الماتش اللي فات شاك اليوم كيف ماتش نيون دوميسيل وجي جامي بالي معناها نتاع التحكيم، نسكتوا خير. نبيل كام تاع ياسين ميكيري كان ينجم يتعود يعني قبل النيوي، هو طلب باش يكمل الماتش بورتون ما نجم يتحرك من بعد. لا مش هكا السؤال، قول لي اسكو هو صارت كومونيكاسيون معاه هو مع الطبيب ولا لا؟ صارت كومونيكاسيون الطبيب لاباس، قال لي وياسين ميكيري هو بيدو سالته على حافه الميدان وقال لي تو 100%، قال لي شي 100% عمل لي كبيدو، ولكن من بعد ثم سبرينت اللي عملوا هو اللي جعته. هذه الظروف ساعات كي تبدا عاكسه في كل شيء، حتى من هذه تبدا عاكسه، ولكن نحن ياسين ميكيري لانه كان شفت في الدوزيام ميتون تقريبا الهجمات نتاعنا الكل كانت موجوده على اليسار، لانه انا تو شفنا عنده نفس هجوم وتعدينا برشا في العديد من المرات غاديك وجبنا خلقنا العديد من الفرص. من بعد معناها وقت اللي تقول له 100% يقول لك وي، بعد ثلاث دقائق اربع دقائق ممكن تصير له اصابه، ممكن الاصابه هي دونك ما تفهمش انا خاطر اللاعب والطبيب يقول لك لاباس، دونك ما تنجمش تعمل خاطر حاجه اخرى انت، ونحن يلزمنا نربحوا الماتش. انا كان لقيت حتى كان راني واحد ديفونسور في الخبر.